السلام عليكم. في الحقيقه بزاف ديال الناس وبزاف ديال الاسئله كتجيني، بزاف ديال المرات كنبقى راسي ما كنعرفش الاجوبه ديال بزاف ديال الاسئله كتجيني من عندكم، حيت هي اسئله فيها بزاف ديال الخصوصيه. بصح كاينين شي حوايج كيتعلقوا بالطرف الاخر او بالمجتمع اللي عايشين فيه، القضيه ديال الرفض، ديال الملفات ديالنا، ديال الدعم، ديال بزاف ديال الحاجات، وهي من بين الحاجات اللي كيخليونا نرجعوا للور، كيخليونا نيأسوا من حياتنا كلها، وكنحاولوا ديما نبقاو نعطيو اعذار اللي هي بصح كاينه، ولكن ما عندهاش داك التاثير الحقيقي علينا كما كيسحب لنا. هذا ميساج بالزربة لأي واحد كيقول لي دفعت الملف ديالي البنكة وما دعمتنيش، أي واحدة كتقول لي أنا مازال ما عرفت شنو غادي ندير قولي لي شي حاجة نديرها، أي واحد كيقول لي أنا لونطوغاج ديالي أو لا المحيط ديالي ما كيعاونيش، كل شي ضد الفكرة ديالي، كل شي كيقول لي أنت يا فاشل من الديبار. الفكرة الأساسية اللي بغيت نوصل من هادشي كله هي أنت بوحدك اللي كتحدد شنو انت بوحدك اللي غتقدر تبدا، وانت بوحدك اللي غتقدر تطيح، وانت بوحدك اللي غتقدر تنوض، وانت بوحدك اللي غتقدر تبكي، وانت بوحدك اللي غتقدر تضحك. العائلات ديالنا كيجي واحد الوقت كيتسالى الدور ديالهم، لا في التوجيه ولا في الماكله والنعاس والشرب ولا في جميع المناحي ديال الحياه. يوصل عليك واحد السن كتولي انسان مجبر انك تاقلم ومجبر انك تاخذ المسؤوليه ديال راسك بالخصوص. شحال ما كان عند والديك الفلوس، شحال ما كنتي فقير، شحال ما كنتي في بلاصه ولا في مجتمع متخلف، شحال ما كنتي في مجتمع متقدم، كاع هذوك المؤشرات اللي دايرين بينا ما كيحددوش شكون حنا، ما عمرك تحدد شكون انت. باش بزاف ديال الناس والديهم لاباس عليهم وبخطا في التربيه، بخطا في الاهتمام، خرجوا ناس لا مسؤولين، خرجوا ناس اللي من بعد ما ولاو بزيرو درهم ما قادرينش يعيشوا ويتعايشوا مع الوضعيه ديالهم. بزاف الناس فقراء، عاشوا في الزنقه، عاشوا كيتقتلوا، كيبيعوا الميكا ويبيعوا كيعيشوا جميع زعما داك الحاجات الخايبه اللي ممكن نشوفوها حنايا ونسمعوها، وكينجحوا، كيوليو اشخاص عندهم بلاصتهم، كيخدموا معاهم ناس اخرين. كلشي من هنا، كلشي هنا، كلشي هنا، كلشي انت اللي كتحددو، كلشي انت اللي عارف شكون وفين باغي توصل. ومن هنا 10 سنين 20 عام فين بغيتي تشوف راسك بالضبط؟ الا كنتي بغيتي تشوف راسك في البلاصه فين كاينين داركم، وضي دير داكشي اللي داروه داركم، وماشي ديما غتوصل نفس النتيجه. مزيان الانسان ياسس لراسو، ياسس الانا ديالو، ياسس لشخص مستقل في هذا العالم، ياسس لشخص جديد ماشي نسخ. مزيان نمشي للبنكة ويترفض ليا الدوسي، ماشي عيب. مزيان انني اليوم ما عندي تشاش في راسي، ما عارفاش انا اين فكره غناخذ، عندي بزاف ديال الافكار. مزيان غادي نجلس مع راسي وغنشوف شنو كنعرف ندير، غادي نشوف شنو كنعرف وشنو نقدر نبدع فيه اكثر، شنو الحاجه اللي غتعاونني. الا كنعرف بزاف ديال الحاجات، شنو الحاجه اللي ممكن تكون عندها المفعوليه ديالها في السوق اللي داير بيا، اللي قريب ليا، باش تعاونني نطلق. امور كتمشى بديك البساطه اللي حنا كنحسبوها راه غنطلعوا الصواريخ. كلشي من هنا، كلشي في دماغك. الا بغيتي تنجح غادي تنجح. شتي داك الصوره اللي عندك على راسك، فين كتشوف راسك دابا، فين كتشوف راسك غدا، فين كتشوف راسك من هنا عام، من هنا عامين، هي اللي غادي تتحقق، هي اللي غادي تتحقق. حتى في الدين ديالنا كاينه واحد الحاجه سميتها النيه. الله كيقول انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. اي حاجه ظنيتيها غادي توقع لك، وحتى في المقاوله، وحتى في جميع المناحي ديال الحياه، اي حاجه
امنتي بها وحطيتيها في دماغك غادي توقع بطريقه او باخرى، غادي توقع غادي لها، واخا كتشوف الطريق ماشي هي اللي كتمشي لها مباشره، ولكن راه غادي لها بطريقه او باخرى، راه غادي لها. كتشوف راسك فاشل، راك غادي للفشل. كتشوف راسك ناجح، انسان مؤثر، انسان داير بلاصتك، غادي لها. وكلشي بالخدمه، حتى حاجه ما كطيح من السماء، وما كاينش المعجزات. كاين المعجزه ديال العمل، كاين المعجزه تاخذ بالاسباب وتعيا وتكرفس وما يوقع والو، وتيأس واحد اللحظه يجيك تبشير من الله ويقول لك فيق، راه كاين الريزولتا، كاين النتيجه. اي حاجه في حياتك كتامن بها، اي حاجه باغيها، بداها بداك البساطه اللي عندك في دماغك. ما تحاولوش تصعبوا على راسكم بزاف ديال الحاجات، بهذيك البساطه نقدروا نبداو غير في لونطوغاج ديالنا. نبدا نخيط ونبيع غير صحاباتي، غير لخواتاتي، غير الوالده، غير لونطوغاج ديال الوالده، غير صحاباتها. نبدا ندير لي زيكسيسوار ونبدا نبيع غير هذوك الناس اللي عندي في انستغرام، نبدا نبيع غير هذوك 50 واحد اللي عندي، ديك 50 وحده اللي عندي في الفيسبوك. راه تقدروا تبداو بنفس السهوله اللي كتفكروا بها، غير ما تحاولوش تصعبوا الامور عليكم. الامور كلها كتصعب هنا، والامور كلها كتسهل هنا، وحنا اللي كنختاروا الطريقه باش غادي نعيشوا.